أقدم لما تفضل به السيد هاشم الكندي، يقول بأن كلام الصدر في تغريدته بأن العراق أسيرا للفساد والتبعية الخارجية هي تأتي في إطار التوصيف العام لمشكلة معروفة، وتغريدات الصدر في هذا الإطار هي مناسباتية ولم تكن بالأساس موجهة للإطار التنسيقي ولا تحمل أي شحنة سياسية تجاه الإطار. هل تراها في هذا المعنى أم أن لك تفسيرا آخر؟ نعم، شكرا جزيلا لكم وتحية لضيفكم الأستاذ هاشم الكندي. بالتأكيد السيد مقتدى الصدر الآن كل ما يصدر منه من تغريدات وتصريحات هي بالنتيجة هو تعبر عن موقف سياسي، والسيد مقتدى الصدر في هذه الفترة هو غاضب وناقم على القوى السياسية وخاصة القوى داخل البيت الشيعي التي عقلت مشروعه الإصلاحي لمدة يعني أكثر من 7 أشهر. فكل ما يصدر من السيد مقتدى الصدر هذه المرة ربما يعبر عن موقف، وهذا الموقف يعني تحدث فيه السيد مقتدى الصدر لأكثر من مرة وأكثر من تغريدة وأكثر من مناسبة، من أن السيد مقتدى الصدر يعني أبدى عدم ارتياح، وبالنتيجة هو كان للأسف الشديد يشعر بخيبة أمل لأن القوى السياسية اتفقت قبل الانتخابات على أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة إصلاحية للوضع في العراق الذي يعني وصل إلى مرحلة تدهور في جميع مجالات الحياة. فأنا أتوقع أن تغريدة السيد مقتدى الصدر، وهنا أختلف مع الدكتور هاشم الكندي، هي موجهة بالأساس إلى الإطار التنسيقي، وهو يشعر في داخله بخيبة أمل، خصوصا من أن بعض القوى الإطار التنسيقي كان لديه علاقات طيبة معهم ووصل معهم إلى يعني دكتور مجاشة كبير. لو سمحت لي بالمداخلة، أنا قلت هذا الكلام إلى الدكتور هشام وهو رفض، هاشم الكندي عفوا، وهو رفض، قال هذا تأويلكم أنتم، ما الدليل على أن كلام السيد الصدر موجه للإطار؟ لا سيدي العزيز، يعني بالعودة بسيطة إلى تغريدات وإلى يعني البيانات التي صدرت وكلمات السيد مقتدى الصدر خلال الأشهر القليلة الماضية، وحتى آخر خطاب له كان في يعني قبل نحو شهر حينما التقى بنواب التيار الصدري الذين قدموا استقالتهم من البرلمان، تحدث بصراحه وتحدث ايضا باسماء، يعني لم يتحدث بكلمات مبهمه، كان يتحدث بصوره يعني واضحه عن قوى الاطار التنسيقي، وهناك اطراف ايضا مقربه من التيار الصدري تتحدث بصراحه عن يعني الاطار التنسيقي، وهو يعني القضيه محصوره داخل البيت الشيعي، يعني الخلافات خارج البيت الشيعي هذه مشكله، وحلها ممكن ان يتم بسهوله، يعني القرار في العراق بعد العام 2003 هو قرار شيعي، وجميع الاطراف الاخرى ان كانت سنيه او كرديه فهي يعني لديها قرار، لكن هي بالنتيجه هي مشاركه في القرار السياسي، لكن القرار الرئيسي هو القرار البيت الشيعي. والسيد مقتدى الصدر سيد العزيز بالعودة إلى يعني أي خطبة ممكن أن تستمع لها في الأشهر الماضية تحدث بصراحة، ويعني جاء بأسماء، لم يتحدث بكلام مبهم وحديث عام، تحدث بالأسماء وتحدث خصوصا عن قضية يعني تراجع الإطار التنسيقي عن التعهدات التي وقعها مع السيد مقتدى الصدر قبل الانتخابات من أن يذهب الجميع إلى حكومة إصلاحية، حكومة أغلبية وطنية، وهذا المشروع هو أيضا بالأساس هو مشروعا إطاريا تحدث عنه السيد عمار الحكيم والسيد نور المالكي والشيخ قيس الخزعلي، وقالوا أن يعني حكومة الأغلبية حكومة التوافقية هي مشروع خيانة للوطن، وهو مشروع أمريكي جاء به المحتل إلى العراق، وكان من المفترض أن تستمر. لنسمع رأيا من الدكتور هاشم حول كل هذه النقاط.